هلا اذا بتطلع هون رح نعمل رن. انا هون هدول طبعا مانوال سويتشز استعملتوهم قبل هيك، بس اعمل دبل كليك عليه بحول من بوزيشن للثاني. بعرف اذا بيقدر يعمل بوزيشن وهو بيعمل رننج. لا لازم تعمله قبل ما تبدا. وهذا نفس الشيء نعمل رن منه. راح ابدا اول شيء بالحاله اللي فيها زيرو تورك وكونستنت سبيد. راح نعمل رن الان. هاي السامبلينج تايم. هذا طبعا لو استعملته كونتينوس رح ياخذ وقت طويل، فمضطر استعمله هون عشان يسرع العمليه. الانشلايزيشن هو نفسه بيعمل الانشلايزيشن لتي اس، احنا ما عملنا الانشلايزيشن لتي اس، هو بيعملها لما تعمل ران للموديل بيعمل الانشلايزيشن للفاليو تبع تي اس، لانه اذا فتحت من هون رح تلاقي فيه بفتش على قيمه تي اس، وفي الديسكريت انتجريتر اللي كان موجود هون رح يفتش على الفاليو تبع تي اس. طلع الريزلتس اللي عندنا. هلا هون عندي في اي بي لاين فولتج. هلا لاحظوا احنا هاي ما عملنا جنريشن بلس ويف موديليشن بالطريقه التقليديه اللي هي ترانجليشن. هون عملنا احنا هيستريسيس سويتشنج على الكرنت. والهيستريسيس سويتشنج اللي عملناه على الكرنت ضمننا انه في اي لحظه يكون الكرنت عماله يتبع النسخه الاصليه تبعت الكرنت الموجود هناك. فخلينا نطلع اول شيء على اعمل زوم على هاي. هي عدد مرات السويتشنج اللي صارت هون، عدد السويتشنج اللي صار هون اعطاني الفولتج هذا بين القيمه 750 ناقص 750 وكانه كومبينيشن اوف باي بولر ويوني بولر، بس انا ما سميته باي بولر ويوني بولر. انا الكرايتيريا مين اللي بخليني اعمل السويتشنج؟ مش هون. الكرايتيريا اللي بخليني اعمل السويتشنج هي الكرنت. لكن اذا بتطلعوا الان على الكرنت راح تلاقوا فيه الـ اثر الهستريسيس. راح اعمل هون مثلا زوم بالفتره هاي، راح اعمل زوم على الوقت. اذا عملت زوم كمان مره على الاكس اوكي، واضح هون عندي في فترات معينه عماله بصير في عندنا سويتشنج وسويتشنج سويتشنج وسويتشنج. لو رسمت هلا الريفرنس راح الاقي الريفرنس الساين ويف الكرنت الديزايرد راح يكون منطبق على هاي. راح نعمل سويتشنج حسب الهستريسيس باند، اذا غيرنا الهستريسيس باند راح يتغير عندنا السويتشنج، اذا صغرت الهستريسيس باند راح يزيد السويتشنج مضبوط. وبعدين عندي هون الروتر سبيد ان راديانس بير سكند. هلا المفروض هو وصل هون، في عندي هون شويه اوفر شوت بالسيستم. اذا جيت اطلعت على الفاليو هاي مثلا من هون بالواي المفروض انها تروح ل 120 راديان بير سكند، بس في عندنا ترانزيت لانه السيستم كله بيكون راح يكون كانه سكند اوردر سيستم. في شويه اوفر شوت، الالكترو ماجنتيك تورك عم بوصل الماكسيمم تورك اللي بيجي بالمحرك. بعدين احنا لاحظوا تذكر قديش طلبنا التورك؟ زيرو. فليش طب اذا حط طلع تورك هون؟ ليش حاجه التورك؟ اذا انا طالب تورك زيرو ليش اعطاني تورك هون؟ اكسلريشن، شو بتعمل اكسلريشن الفا في اي؟ بعدين لما بوصل تقليل السرعه بضل عندي بس يتغلب على الفريكشن هون. بضل التورك هون بس التغلب على الفريكشن. خلينا نجرب هلا حاله ثانيه. راح اخذ الحاله مثلا هون بنغير السرعه فجاه من خلينا نشوف ايش اللي عم بغيرها. بغيرها ستيب تايم يعني افتر 0.2 سكند راح بغيرها من 120 ل 160. راح احط هذه بس راح احط هلا بالسبيد راح نعمل ستيب بعد رجع بعدين السبيد لكونستنت راح اعمل ستيب بالتورك نشوف اذا فجاه غيرنا التورك من قيمه لقيمه قديش كيف بيستجيب السيستم كيف بحافظ على سرعته. امتى كانت راح تصير التغير بالسرعه على 0.2 على 2؟
مش مفيد هذا التغيير على القناة 2، كان أحسن أن يصير على 1.5. رح أغير هاي مثلاً هون بدل ما تكون 0.2 رح أعملها مثلاً after 2 seconds. لازم أعملها مرة ثانية مش هيك؟ وهي على 2 seconds ونعملها. هلا الاستعمال الصحيح لو بدك تجربه ترجع بتتذكروا كنا ننزل السرعه سرعات منخفضه ونشوف اذا في تورك ولا لا، متذكرين عملناها وكان التورك تقريبا يصير ضعيف جدا على فريكونسيز منخفضه. المفروض بالفلكس فيكتور كنترول حتى لو طلبت سرعه منخفضه جدا يعطيني، يعني مثلا لو طلبت 2 هرتز، 2 هرتز كم راديان بير سكند بتكون؟ بتكون 1 على 25 من 150. 1 على 25 من 150 لانها 2 هرتز، فبتكون ان راديانز بير سكند راح تكون 150 على 25 6 هرتز، عفوا 6 راديانز بير سكند. لو طلبنا 6 راديانز بير سكند جيد نشوف انه هل بيقدر يعطيني التورك ولا بنهار. اذا المحرك انهار طبعا بصير يتحرك بالاتجاه المعاكس اللي لازم يكون عليه طبعا تورك حتى يبين. التغير هون بالسرعة لما طلبت تغير بالسرعة، قديش أخذ الاستجاب تقريبا أعطاني التغير بالسرعة النقطة هاي، بعده شو عمل هون؟ أعطاني تورك مباشرة، أعطى تورك مباشرة تغير التورك من هون لهون، هذا بدل على سرعة الاستجابة مباشرة يعني وذن فيري زيرو تايم، يعني هون أعطاني التغير بالتورك. هذه ميزة الفلكس فيكتور كنترول، لو قارنا هذا بسكيلر كنترول ما رح تغير التورك تبعه اللي أعطاني إياه بهي السرعة، لأنه هو عم يفتش على الزاوية بفتش على هدول الاثنين حتى يجيبهم بالضبط بالزاويه الصحيحه، فبجيب التورك بالضبط. المقارنه العادي بتكون انه ناخذ هذا المثال نفسه ونحطه على سكيلر كنترول ونشوف لو انا غيرت الريكوستد سبيد من 120 ل 160 قديش بياخذ وقت حتى يتغير. اذا طلعنا هلا هذا الريسبونس صار سبب الفيرست اوردر سيستم الموجود في المحرك، متذكرين الفلكس باخذ وقت حتى يستجيب وكان في زمن معين. خلينا نطلع على سرعه التغير بالتورك. اذا اخذت الاكس اكسس هون وعملت له زوم مرة ثانية زوم هون وحاول نقيس الزمن قديش اخذ حتى اعمل ريسبونس. هي هذا الزمن مضبوط تقريبا اقل من 10 اقل بكثير من 10 ملي سكند، يعني يمكن تقريبا تقديرا حوالي 1 ملي سكند، وذين 1 ملي سكند تتغير التورك من القيمة اللي كانت ضرورية ل 120 راديان بير سكند ل 160 راديان بير سكند.